السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بمشاهدي قناة عالم نوال أم مجد، فيديو جديد على القناة. أتمنى ألقاكم في تمام الصحة والعافية. فيديو بعيد عن الروتينات وعن الطبخ وعن الفلوغات. هذا الفيديو درته من أجل تساؤلات لطرحات من طرف أولياء الأمور بسبب القرار الغير المتوقع في تأجيل الدخول المدرسي. الوليدات بقوا في المنازل ديالهم، الآباء كيتشكاو لأن الوليدات هكا كيضيع عليهم الوقت غير في اللعب، في لي بورطابل لي طابليت. وبعض المدارس بسبب هذا التأجيل الدراسة غلقت الأبواب ديالها. أنا تنهضر هنا على المدارس الخصوصية، وبعض الآخر باقي مفتوح. المطروح علاش هاد المدارس الخصوصية باقا خدامة رغم تأجيل الدخول المدرسي؟ فتبعوا معي الفيديو الأخير باش تعرفوا أسرار المدرسة الخصوصية. أختي تسمع، هاد العلا كنموذج لمؤسسة خصوصية بقات الأبواب ديالو مفتوحة رغم هاد التأجيل، واللي تيهتم واللي عنده أهم حاجة عنده في المرتبة الأولى وهي التلميذ. لذلك بداو معهم المراجعة منذ يوم 3 شتنبر 2021، أي قبل ما يجي هاد التأجيل بداو خدامين مع الوليدات ديالهم أو التلاميذ ديالهم، بحيث كيرسلوا لهم كما كتلاحظوا في الفيديو، كيرسلوا لهم قصص يقراوها سواء باللغة الفرنسية العربية الإنجليزية، كطرحوا لهم أسئلة، كذلك يرسلوا لهم تمارين بخصوص الدروس السابقة اللي قراوها العام اللي فات، كيصحوها معهم، وهادشي كله عبر الواتساب. يعني أهم حاجة عندهم كتجي في المرتبة الأولى وهي المراجعة. غادي نقربكم أكثر من معهد العلا. معهد العلا هي مؤسسة خصوصية نشأت سنة 2002، وكتبدأ فيها الدراسة من التعليم الأولي إلى الثانوي. كيتواجدوا بها عدة شعب، واللي تخرجوا منها تلاميذ اللي هما دابا واصلين، منهم أطباء، أساتذة، مهندسين، صيادلة إلى غير ذلك. واللي كنتمنى إن شاء الله التوفيق لهادو اللي باقين تيقراو، وعلاش لا نشوفوهم إن شاء الله في مراتب أعلى وأعلى. وهنا غادي نرجعوا نجاوبوا على السؤال اللي طرحنا في الاول، يعني باب المؤسسه باقي مفتوح اول حاجه من اجل المراجعه اللي كما ذكرت، وثاني حاجه هو ان الاستاذات يعني في كيقوموا باعداد واحد المشروع ديال الكتيبات اللي غيكون فيهم ملخص جميع الدروس اللي غيحتاجها التلميذ. فبقوا معايا مع هاد الصور باش تعرفوا على المدرسه اكثر واكثر. المعهد العلا يعتمد على مناهج تدريس جديدة بعيدا عن الطرق التقليدية للتلقين، بحيث المدرسة كتستعمل مناهج بيداغوجية اللي توصلت لها آخر الأبحاث العلمية. حتى الماتريال اللي كتلاحظوا هو ماتريال جديد يمكن التلامذ من التعلم بطريقة ممتعة وفعالة. يعني كما كتلاحظوا هذا الماتريال تخليه التلميذ أنه تخدم وتتعلم وهو فرحان، يعني ماشي بحال الطرق القديمة تيكون التلميذ تيخدم هو تيحس بالملل، يعني ما كيكونش مركز مزيان. بالعكس الان التلميذ تيتعلم هو فرحان، هو المعلومه كتبقى مرسخه ليه في الدماغ ديالو للمدى الطويل، ماشي كياخذ المعلومه من اجل الامتحان فقط وغير كيفوت الامتحان وما كتبقاش عنده في الدماغ. بالعكس هاد المعلومه راه كتبقى ملي كياخذها التلميذ راه كتبقى عنده للمدى الطويل لسنوات وسنوات. ونخليكم تكتشفوا باقي الماتيريال اللي كتخدم به المؤسسة. Yeah.
المؤسسة جابت واحد المادة جديدة واللي هي الروبوتيك أو البروغراماسيون. هاد المادة لأول مرة كتعتمدها المؤسسة في النظام التعليمي ديالها. الهدف منه هي أنها توجد تلاميذ لمستقبل يكون ناجح 100%. هذا هو الفيديو ديال هاد النهار، نتمنى أنه ينال إعجابكم، ونتمنى أنني نكون جاوبت على علاش باب المؤسسة الخصوصية مفتوح. المهم كان غير هادشي غير بعض ديال الأعمال اللي كتقوم بها المؤسسة، باقي الكثير كتقوم به ما ذكرتوش. فيديو إن شاء الله قديم إن شاء الله نعود تاني نديره ونقول لكم على الباقي الأعمال اللي كتقوم بها المؤسسة. فأنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. إلى فيديو قادم، مع السلامة، شكرا على المتابعة.